ناشد. نعم. راح مال امك توصل صوت. يوصل صوتك. فدوى اروح لك. يوصل والله. ودنرونا بحال هاي البنيه. شنو بيها؟ هذه طالبه صف سادس. هذا الشهاده مال الصف الخامس. درجاتك ما شاء الله. هسه انصدمنا بالنتيجه راسبه. ها؟ بالسادس راسبه. صارت ثلاث ايام انا بالشارع. يواش 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 يواش. اي. تأهلت كلية الطب. منو والدها؟ انا ابوها. انت والدها؟ انا صارت ثلاث ايام بالشارع. اي. افتر لا مسؤول يقبل يواجهني. لا ارفع هاي الشهاده ترفع راس. حتى اوصل. هاي الشهاده رفعت راس اقل درجه 95. اي. والله ما بعد تعبنا. يعني ما اقدر ابغى ابوجه. يعني البنيه صار لها سبع ايام ما شافها نوم. بس 24 ساعه تبكي. وكاتلها الضيم تروح للامتحان ترجع درجة امتحان ما 12 لو 10 لا يعني هاي درجات مال 12 و10 زين هذا الشهادة مال خامس هاي الشهادة مال خامس خلفتين من الموضوع هساني هسا بس يا واشك اهدأ شوية ما اقدر بس انا صار ثلاث ايام بالشارع الناشد وزير التربية هسا راح اوصلك الناشد الشرفاء بس اسمح لي خل اوصل للفكرة آية قاسم محمد صف خامس علمي صف خامس علمي هذا صف سادس هي صف سادس هذا خامس علمي هاي الشهاده مال خامس علمي مال عام شنو اللي صار؟ اللي صار انه بالامتحانات هي امتحنت دور ثاني عندنا نتيجه مال امتحانين امتحنت واحد ماخذه بي 90 وواحد ماخذه بي 100 اسلاميه وانجليزي عندهم النتائج كلها موجوده عندهم زين انصدمنا النتيجه الدور الثاني كلها رسوب خمس مواد راسبه بيه زين سوينا رجعنا للوزاره سوينا مناشده سوى اعتراض هاي صارت ثلاث ايام وراحت الدوام بدا واحنا كل شيء ماكو زين ما نعرف نواجه من نروح للوزاره يقول انتظروا زين لا متى ننتظر يعني هسه شهادتها مال خامس اللي هي المفروض ناجحه بيها هي الخامس ناجحه اوكي عفا عفا عام هذا عفا عام عفا عام الف مبروك كاتبينكم بيه وين المشكله زين المشكله بالسادس جتنا راسبه النتيجه جت راسبه ليش خمس مواد امتحنت هسه جت النتائج راسبه ايه ما نعرف بعد يقول انتظروا الاعتراض هسه هم اللي يطابقون درجات الدور الاول ايه والدور الثاني إيه؟ واللي اهلها تدخل انه سادس العلم تدخل امتحان بكالوريا كان شافوا طابقوا انه كلها تسعينات وميات امتحان النهائي الدور الثاني تاخذ ب 12 لو 10% يعني الدرس اللي امتحنت 90 و100 إيه؟ وهاي الباقي الدروس امتحنت اللي صار عندها وعكه صحيه تاجلت خمس دروس اجلن الدور الثاني امتحنتهن يعطي والله 10 من 12 من 100 12% شنو العقل اللي شايلته لما تاخذ يعني اخواننا اذا هي درجات الخامس اعدادي احنا يعني مو اصحاب شان هذه تترك لي المختصين بوزاره التربيه يعني اعرض هذه الشهاده على الكاميرا يا ريت تسوينا هذه الشهاده اقل درجه بالمعدل النهائي وهي اعفاء بصف الخامس علمي اقل درجه 95 من 100 يعني تقريبا مادتين او ثلاث مواد هي 95 باقيات كلهن 100 من 100 امتحنت بالصف السادس العلمي درسين ايش قد الدرسين طلعت 191 100 ب 91 يا درس ويا درس اسلامي وانجليزي اجلت الخمس مواد الاخرى على الدور الثاني اجت المواد كلها اعلى درجه عندها 12 يعني الاعتراض الاخوان قدموا ايه؟ صدمه والله ما يدرون المن الناشد انت الوزير التهالت ابو الطلبه الناشدك يا وزير التربيه تباوع بحالنا والله صدمه بالشهر صارت ثلاث ايام مقابله للوزير ماكو